بالله مراسل شبكة شام من درعا المعتصم، أهلا بك. الأنباء تحدثت منذ الصباح عن سيطرة الجيش الحر على مساكن صيدا العسكرية وأن هناك معارك تدور بشكل عنيف، ما هي آخر المستجدات؟ نعم، بعد معارك طاحنة دارت لأربع ساعات راح ضحيتها 6 شهداء من أبطال الجيش الحر، تمكن الحر من تحرير مساكن صيدا وحاجز المشفى، حيث أصدر الجيش الحر بيان يؤكد فيه تدمير أغلب بيوت المساكن وحرقها وقتل عشرات العساكر الذين يحرسون المساكن، كما قاموا بتحرير حاجز المشفى وقتل كل من فيه واغتنام سلاحه بالكامل، وذلك بالتزامن مع قصف عنيف على بلدة صيدا. وقبل قليل قامت القوات الأسد باستخدام الطيران المروحي ملقيا قنابله وبراميل التي ان تي على أغلب أرجاء مدينة صيدا، وذلك بالتزامن مع قصف الدبابات التي تحاصر البلدة. ونحن عندما نتكلم عن مساكن صيدا، يغص أبناء محافظة درعا على المزلة التي ارتكبتها شبيحة المساكن عندما قاموا بإطلاق الرصاص على آلاف المتظاهرين في مظاهرة فك الحصار عن درعا، حيث راح ضحيتها أكثر من 150 شهيد من بينهم الشهيد الطفل حمزة الخطيب. في سياق متصل بالنسبة للعمليات العسكرية في المحافظة، قام أبطال الجيش الحر باستهداف رتلا للمشاة في منطقة النخلة بالقرب من طريق السد بمدينة درعا، حيث تمكن من تدمير دبابتين وقتل عدد من الشبيحة. وبالعودة إلى مدينة بوسط الحرير المحررة لليوم 19 على التوالي، دارت معارك طاحنة، وذلك بعد أن عززت قوات الأسد آلياتها على أطراف البلدة لدخول المدينة، ولكن أبطال الجيش الحر صدوهم ملحقين بهم خسائر فادحة بالأرواح. وردا على عمليات الجيش الحر ليلة البارحة، قامت قوات النظام ليلا بقصف أغلب قرى المنطقة الشرقية بدرعا، كما تم قصف بلدات عثمان واليادودة براجمات الصواريخ والطيبة وكحيل والغارية الغربية، حيث قصفت نعم وصلت الصورة المعتصم بالله مراسل شبكة شام، كنت معنا من درعا، شكرا جزيلا لك.